ليلة الكاشف هي ليلة تم فيها إحياء الذكرى السنوية للفنان الراحل إبراهيم الكاشف. المساحة القادمة نتابع. الأمسية اليوم في المسرح القومي بمدينة أم درمان هي أمسية إحياء ذكرى الفنان إبراهيم الكاشف التي أقامتها وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم بالتعاون مع اتحاد المهن الموسيقية في إعادة ذاكرة أيام الخرطوم الفنية. ذكرياتي شكرا الجمهور الحضور للحفلة الجميلة دي أو للمهرجان يعني وتخليد ذكرى إبراهيم الكاشف والتبادل التبادل بين الأجيال يعني هو إبراهيم الكاشف مما توفى له 52 سنة وفي ناس لسه كانت لسه ما تولدت بتضطرب لأغانيه ودي من خلال الفنانين الجداد اللي بدوا يغنوا له. ذكرياتي تاريخ عن الكاشف هو انه من اتعينت في الاذاعه عازف في الاذاعه عازف كدارس على هذا كمان انا عيني في الاذاعه متولي العيد مدير الاذاعه للزعم الاوركسترا بالعازفين الدارسين عن الموسيقى وانا كنت الدارس الوحيد وعشان كده عزفت مع كل الفنانين الكاشف عبد الحميد كلهم مسجلين المنير كلهم مسجلين اي فنان دخل في الاذاعه انا كنت سجلت معه من عبد الحميد وانت نازل ما في شغل ثاني ده تاريخ مع الكاشف والكاشف كنت باخد معه اي حفله بعمل الكاشف انا بكون موجود فيها هسه انت مسجل ما سجلته في تسجيل مسجل هسه بغني مع الكاشف الليل هسه موجود على الاوضه ام القاسم ممكن تاخذوها فتاريخ مع الكاشف طويل يعني كلها زابت على وتر غناء وكل أيام على دي واحدة من أيام الخرطوم الثقافية استهليناها بليلة إبراهيم الكاشف وده نشاط إن شاء الله يكون نشاط ملموس وظاهر وواضح لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة داخل ولاية الخرطوم ولأن أصلا هي وزارة معنية إنها تغوص بين الناس وتنقب في الإرث وفي التاريخ وتربط الأجيال إحنا عندنا برامج كثيرة جدا إن شاء الله للشباب على الأقل يعرفوا التاريخ الثقافي والفني للرواد الذين سبقوهم وده بيأتي في يعني إطار تواصل الأجيال حتى يستطيعوا أن يتبصروا معالم الطريق ويؤدوا هذه الرسالة كما أداها رواد الغناء في بلادنا الحقيقة الليالي كثيرة وزي ما قلنا دي البداية وأردنا إنها تقوم من المسرح القومي لرمزية المسرح ولمكانته وده كانت دار أول الخشبة الرئيسية التي تنطلق من خلالها كل ألوان الفنون وإبراهيم الكاشف المحتفى به في هذه الليلة أو المحتفى بذكراه في هذه الليلة هو كان من الذين يعني عطروا مسامع الناس من خلال خشبة المسرح القومي منذ إنشاؤه في الستينات إلى الرحلة في 69 كفي بغايا من دموع وبكاء الليلة في المسرح القومي كانت ليلة عظيمة قدر عظمة الراحل المقيم إبراهيم الكاشف ذلك الفنان الذي أثر الساحة الفنية وذلك الفنان الذي وضع لمسات طيبة في الأغنية السوبرانية ومسيرتها وكان مجددا بحق وحقيقة منذ فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات إبراهيم الكاشف هرم كبير جدا من هرمات الأغنية السودانية الليلة نظمتها وزارة الثقافة والسياحة والإعلام بولاية الخرطوم وكانت ليلة جميلة جدا وسمعنا كلام طيب من السيد الوالي بأنه حتكون في أشياء يعني أو في أنشطة ثقافية موسيقية بالتعاون مع اتحاد المهن الموسيقية لتقديم الركود الحاصل في البلد على شنو هذا العمل سيحرك ساكنا في مجال المجتمع السوداني.
أيها المعبود رفقا. كانت شروق حاضرة في المسرح القومي في الأمسية التي أقيمت للتهبيل الفنان إبراهيم الكاشي في المسرح القومي بمدينة أم درمان. أهلا ومرحبا بكم من جديد. إحياء عبقري الأغنية السودانية إبراهيم الكاشف. كان في المساحة الماضية إبراهيم الكاشف الذي استطاع أن يحدث تحولات في الأغنية السودانية حتى سمي عبقريا، ولعل واحدة من تلك الثنائيات التي جمعته بالراحل المقيم حميد أبو عشر والتي كتبها وفاء لمدرسته التي كان يعمل بها، وداعا روضة الغناء وداعا معبد القدسي، هذه الكلمات التي سطرها شاعر فحل من فحول شعراء الأغنية السودانية، وهذا يبين إلى أي مدى فصاحة الشعر السوداني.